المشكل ليس ظرفيا، هو إجهاد مائي سيطول بنا ربما المقام فيه. هل من إجراءات فعالة اليوم يمكن أن يبدأ بها الأفراد على الأقل على كل على مستوى؟ شكرا أخت جوهرة. بالطبع اليوم نتكلم عن حالة الطوارئ المائية كما تكلم عليها الأستاذ كسيري، هي كنا نطالب بهذه ليطاليرجونس أنها تكون منذ بداية الموسم الفلاحي، يعني اليوم نحن في نهاية الموسم ونتكلم عن حالة الطوارئ ونسبة المرئية السدود لا تتعدى سوى 30%، أقل من 5 مليار متر مكعب هي الحقيقة للسدود اللي كتعيشها اليوم المملكة. بالطبع هذه الحالة اللي كنعيشوها اليوم كنا نتنبأ لها منذ شهر يناير فبراير مع توقف الأمطار، يعني كل شيء تبع بأن اليوم عشنا واحد السنة ديال الجفاف اللي كانت قياسية، كانت سنة ديال الجفاف بامتياز، رغم بالرغم من تساقطات المطرية اللي عرفها المغرب شهرين مارس وأبريل واللي أغنت الفرشة المائية وأغنت كذلك حقنا ديال السدود شيئا ما، وصلنا حتى لديك 36% بعدما كانت تناهي 32% قبل هذه يعني المنخفضات الرطبه. في نفس الوقت انجحت كذلك الموسم الفلاحي في شقه البرنامج الوطني للزراعه الربيعيه، يعني لاحظنا اخر تقرير اللي صدرته وزاره الفلاحه والصيد البحري، يعني حققنا اليوم الحمد لله ارقام جد مهمه على مستوى الصادرات، رغم ان السنه كانت سنه جفاف، بالرغم من ان كنا نحذر من ان يكون هناك هذا السيناريو يعني السوداوي الذي نعيشه اليوم، اكثر من 50 مركز قروي او اكثر من يعني من منطقه في المغرب اليوم تعيش على ايقاع الندره ديال المياه وتذبذب ديال 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 التزود الماء صالح الشرب، مما يجعل من يعني القطاع الوسيط انه يقوم باجراءات استعجاليه من اجل ايصال هذه الماده الحيويه الى المباشر والى القرى والى المراكز القرويه التي من الممكن ان تعرفها ومن المحتمل ان تعرف هذه القطاعات المتكرره اللي كنا ننادي بها منذ زمن قريب. يعني هذا السيناريو هذا كما قال الاستاذ كسيري تنبأت به مجموعه التقارير الدوليه، لا المعهد العالمي للموارد المائيه ولا التقارير البنك الدولي ولا حتى القرار الاخير اللي صدروا يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب 2019 اللي اكد ان منذ الستينات كانت حصه الفرد يعني تناهز 2500 متر مكعب في السنه لكل مواطن، نحن في يعني في ما يقارب 650 متر مكعب، اظن اليوم على حسب المناطق وعلى حسب الاحواض المائيه، اذا كان الحوض المائي ديال ام الربيع يسجل اليوم 9%، الحوض الملويه كذلك يناهز 9.5%، فهي ليطاليرجونس بمعنى الكلمه في مجموعه من الاحواض المائيه، لان تكلمنا قبل على الحوض المائي ديال ام الربيع والانقطاع ديالو مع المحيط الاطلسي، كما يعني عاشوا الحوض الملويه السنه الفارطه ولا زال يعيش على هذا الايقاع، يعني نفقد مصبات انهار، نفقد يعني مناطق رطبه منها ما هو مصنف ضمن اتفاقيه رمسار، نفقد معها تنوع بيولوجي وما يهدد الامن الغذائي، هذه المناطق الرطبه اللي هي محميه ومصنفه على الصعيد العالمي، هذا من جهه. بالنسبه للاجراءات فهي كثيره، لكن على المستوى القريب او ما نعيشه اليوم فهي اجراءات تقوم بها الدولة في شخص الحكومة المغربية. اليوم تم إعلان حالة الطوارئ وتم تشكيل لجنة قيادة يعني تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والماء على أساس أنه سوف تتدخل جميع القطاعات التي لها علاقة بالماء، سواء تعلق الأمر بالفلاحة أو السياحة أو بالتجهيز والماء أو جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هذه لجنة القيادة هي التي سوف تضع مثل يعني واحد خارطة الطريق لهذه المرحلة، لأن اللي أصعب عندنا اليوم هما هاد الشهرين المقبلين، شهر يوليوز وشهر غورس، يعني لو بيك يعني هذاك الطوب ديال الاستهلاك، مع أن المواطن يجب أن ينخرط في هذه الحملة التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء، لأن اليوم المواطن أصبح هو الحلقة الأقوى، لأن وصلنا الواحد إذا تكلمنا عن الفرشة المائية بدون أن نتحدث عن يعني فين وصلنا في الفرشة المائية.